التكوين لما بيقول سلسلة النسب بتاعت الخليقة هو كأنه بيقول كل اسم ومبسوط قوي 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 بالأسامي دي. يمكن محدش حاسس بيك، يمكن محدش يعرف انت مين، بس ربنا شخصيا بيجيب اسمك. يمكن ناس كتير حاسة الإحساس اللي احنا حاسينه ناحية سلسلة النسب دي، ايه أهميتها؟ بس عند ربنا لها أهمية. بس هقول لكم انا ليه النهاردة هتكلم في الموضوع ده. كنت بصلي وربنا فكرني بموقف حصل معايا وانا في ثالثة جامعة. كنت في الصيف رايح رابعة جامعة وكنت قاعد في البيت كده وربنا كلمني جوايا، روح قدس كلمني قال لي عاوزك تقرأ متى واحد. وانا عارف متى واحد، انتوا عارفين متى، يعني لما بتسمع متى واحد بتبقى عارف الموضوع اللي فيه، يعني عارفين ان هو دايما ما بيتقريش، يعني ما نخش على طول على متى واحد 18، يعني مش هنقعد نضيع وقتنا الثمين في متى واحد واحد لحد متى واحد 18 لان يعني ملهاش لازمة. وانا حسيت ساعتها كان فيها صراع، بس ربنا كان عمال يكلمني انه اقرا متى واحد. عندي تعليق بسيط ده له علاقه بالوعظ. ناس كتير بتستغرب لما حد يقول ربنا كلمني. هو ربنا بيتكلم، ربنا عاوز يعمل معاك علاقه. المسيحيه من غير العلاقه دي اللي فيها هات وخد، انك تتكلم وتسمع، دي مش مسيحيه. ده دين زي اي دين تاني. انا بحاول اعمل حاجات كتير عشان ارضيه، بس علاقتي بيه من بعيد لبعيد. بس المسيح عارفين اسمه ايه؟ الكلمة. بيتكلم لقلبك وعاوز يكلمك طول الوقت، وهي دي العلاقة الحقيقية مع المسيح، انه يقعد يتكلم معاك طول الوقت وتقعد دايب فعلا في حبه. يعني دايب فعلا في حبه طول الوقت، انت في علاقة حب. بقعد نص ساعة او ساعة في اليوم قافل على نفسي الباب بكلمه، بس بعد ما اخرج انا عايش معاه طول الوقت. فرضنا انت النهاردة بتتكلم ما عندكش علاقة الحب دي، انت بتيجي الكنيسة احتراما لربنا ولان دي الخروجة العائلية ولان عاوز ان حياتك تتبارك. يعني فرضنا انت جاي فعلا علشان تعمل كده ومش لاقي العلاقة دي، قلبك مش بيحبه. يعني ممكن حد يجي يقول لي قلبي مش بيحبه، يعني مش عارف يحبه. النهاردة ربنا مستعد يعمل لك عملية جراحية، عملية قلب مفتوح، ويبدل قلبك اللي مش بيحبه ده لقلب تاني ايه بيحبه. هو قال كده أعطيكم قلبا جديدا. هو يقدر يعمل. طبعا العملية بتاعت القلب المفتوح بتاعته ما فيهاش وجع، ما فيهاش احتمالات ان هي تفشل، ما فيهاش بتقعد 5 أسابيع بعدها ان انت يعني قفصك الصدري موجوع. لا، انا لما حصلت العملية دي في حياتي انا كنت عايش احلى ايام فعلا في حياتي، مش لان الظروف اتغيرت، بس لان لقيت سر الفرح الحقيقي. في ترنيمة كتبوها خبر السر بتقول كده، بتقول يا يسوع عايز أعيش ليك، اديني قلب جديد، قلب يعرف يحبك. أنا محتاج القلب ده يتشل اللي مش بيحب ربنا ويتحط قلب جديد. يعني مش القلب ده يتصلح سنة، لا، قلبك يتشل. لما قلبك يتغير ويتشل يتحط قلب جديد، هتلاقي نفسك بتحب ربنا قوي وداخل في العلاقة دي وبتكلمه ومبسوط وانت بتكلمه وعارف تسمع صوته.